لو هنتكلم على المجال الخاص في البيت، طبعا المحامية زيها زي أي ست معرضة للعنف بكافة أشكاله، العنف المنزلي أو العنف الاقتصادي. لكن كمان لما بنيجي نتكلم على سوق العمل، المحامية الخطوة الأولى اللي بتبادر فيها إن هي تنزل المحاماة، ممكن تقابل أول حاجة حد يقول لها أنا ما بشغلش محاميات، تاني حاجة هتشتغلي من غير مرتب، هتشتغلي مرتب قليل لأنه الراجل عنده أعباء مالية أكتر منك، فده بيدخلها في إطار العنف الاقتصادي. غير العنف الاقتصادي، ممكن يكون صاحب العمل ده متحرش، ممكن يكون صاحب العمل ده بيعنفها لفظيا بدنيا، وشفنا حالات حقيقية في ده. محاميات تحديدا علشان خاطر فرص العمل بالنسبة لهم قليلة مقارنة بالمحامين الرجالة، بيضطروا ان هم يستحملوا ده. هنسيب كل المكاتب وهنسيب كل ده، هننزل على أماكن العمل الحقيقية، أقسام شرطة، نيابات، محاكم، موظفين المحاكم بيتحرشوا. مش عايزه اقول انه في بعض الاوقات ممكن توصل ان السلطه القضائيه يصدر منها افعال ممكن تندرج تحت بند التحرش. رجال السلطه التنفيذيه لما بيشوفوا ست داخله عليهم هي الاسم بنفسها، مش بالضروره يتحرشوا، لكن هيتنمروا، هيعطلوك شغلك، كل ده عشان في الاخر هو شايفك ان انت لازم تقعدي في بيتك، فهو بيعاقبك عشان انت بتشتغلي اصلا الشغلانه دي. طول الوقت بنحاول نفصل، بنحاول نقول انه الضحيه اللي قدامي كمان ملهاش ذنب، مش بالضروره ان انا احملها عبئي الشخصي. لو انا ناجيه من العنف، دي حته مهمه جدا، لو انا خلاص خلصت مرحله العنف اللي كان بيقع عليا وانا ناجيه من العنف، ما ينفعش ارجع الوم الضحيه اللي انا بشتغل معاها او اللي هي موكلتي على ان هي ما قدرتش تنجو زي من العنف، لان طول الوقت بنقع في فخ الاسقاط ان انا شايفه طالما انا قدرت اعمل حاجه يبقى لازم كل الضحايا يقدروا يعملوا ده. فمهم جدا ان احنا نستشير اخصائيين نفسيين قبل ما نبتدي نشتغل مع حالات معنفه لو احنا نفسنا كنا معنفات. الموضوع دايما هيبدا من النقابات. النقابة لو عندها مش بس سياسة تحرش لكن أو سياسة عنف، لكن كمان لازم نتكلم في إنه يكون في آليات ضامنة لأعضاء النقابات. وكمان إشكالية النقابة بالنسبة للصحفيات، لأنه مش كل الصحفيات نقابيات، بس على الأقل نضمن الحد الأدنى من الآليات المراقبة على إنه من المنبع على المؤسسات الصحفية أو أماكن العمل بالنسبة للمحاميات، لازم يكون في آلية مراقبة ضامنة لأنه نحل القضية نفسها من المنبع. يعني بالنسبة للعمل مع الصحفيات، طبعا شفت وقائع عنف كتير داخل وخارج أماكن العمل. زميلات المحاميات طول الوقت بيشتكوا من التحرش في أماكن العمل، سواء المحاكم أو المكاتب. لكن أنا بشكل شخصي كنت بتعرض في وقت من الأوقات لوقائع عنف، وما قدرتش ان انا اخد الخطوه دي، وما قدرتش ان انا اروح ابلغ من البدايه، لان كل زميلاتي المحاميات قالوا لي هتدخلي الاسم تقولي ان انت اتضربتي، هتهدي فكره ان انت الاسم ده بتاعك اللي انت بتشتغلي فيه، اللي انت عندك قدر معين من التعامل مع الضباط والامنه فيه، ان انت محاميه ليكي اعتبارك وليكي كيانك. اول ما هيشوفوكي ضحيه مضروبه هيبطلوا يحترموكي، انت اصلا بعد كده مش هتعرفي تشتغلي في المكان ده تاني.